تعرف بحضرتك؟ انا محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابه العامه لمحامي مصر. ممكن تكلمنا عن مؤتمر اليوم؟ مؤتمر النهارده مؤتمر الشعوب العربيه ومؤتمر كل الاحرار في العالم العربي، مؤتمر رفض وشجب وتنديد بالاعتداء السافر على الشمال السوري من صنيعة الاستعمار الأوروبي تركيا، اللي هي الأداة اللي بيستخدمها الاستعمار التركي، فإنها تستولي على جزء عزيز جدا من شمال تركيا، من شمال سوريا. رأي حضرتك إيه في الهجوم التركي اللي حصل على سوريا؟ اعتداء طبعا، وتقويض لكل دعائم الحرية في العالم كله، إن يعني بلد أو دولة أداة لاستعمار كامل تستولي على جزء عزيز جدا علينا في سوريا وشمال سوريا.